نبي الهدى أسوة المهتدي، وخير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي، به وبأخلاقه أقتدي. لمرضات ربي وغرس يدي، لكي يصل الناس قلبي الندي، ليومي ومستقبلي وغدي، يومي ومستقبلي وغدي. به أقتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون ويا أيتها السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد به أقتدي. قالوا اليتيم فقلت أيتم من أرى، من كان للخلق النبيل خصيما. قالوا اليتيم فقلت أيتم من أرى، من عاش بين الأكرمين لئيما. كم رافل في نعمة الأبوين لم يسلك طريقا للهدى معلوما. اليتم والأيتام، مفهوم اليتم وما هي الصفات التي تنطبق على شخص معين حتى يقال عنه يتيم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأيتام، توجيهات الإسلام، هذا الدين العظيم، في التعامل معهم والرفق بهم. كل هذه الأمور وغيرها سنتعرف عليه بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة مع ضيفنا فضيلة الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي، مشرف التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية. نرحب بكم شيخ أسامة، وأهلا وسهلا بكم من جديد. أهلا بك شيخ ماجد، حياك الله. حياكم الله شيخ أسامة. الله يحييك. الحقيقة في البداية نريد أن نتعرف مع السادة المشاهدين على مفهوم اليتم، ومن هو الذي ينطبق عليه وصف اليتيم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرف العلماء اليتيم بأنه من فقد أباه قبل بلوغه، من فقد أباه قبل بلوغه. ولعلك تلحظ شيخ ماجد حينما قلنا قبل بلوغه، بمعنى أن من فقد أباه بعد بلوغه فإنه لا يسمى يتيما، لا ينطبق عليه. وكذلك من فقد أمه فإنه لا يسمى يتيما. طيب، عند هذه الجزئية، يعني الآن الأم هي تعتبر بالنسبة للأبناء يعني محضن العطف وموئل الرحمة إن صح التعبير، فلماذا هذا التفاوت؟ يعني إذا فقد أمه قبل بلوغه لا يسمى يتيما، وإذا فقد أباه قبل بلوغه سمي يتيم، لماذا يعني؟ طبعا لا شك أن ما فقد أمه فيحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى العطف، يحتاج إلى الدفء، يحتاج إلى الحنان، هذا لا شك فيه، لأن فقد الأم مصيبة بالذات لمن لم يبلغ. ولكن مع هذا فإن فقد الأب أشد، لأن الطفل قبل البلوغ يحتاج إلى أبيه بشكل كبير. الأب هو الولي، الأب هو الذي يحفظ الإبن، الأب هو المسؤول عن تأديب الإبن، عن تعليم الإبن، عن تربية الإبن، عن توفير المسكن، المطعم، المشرب، الملبس. بل شيخ ماجد، نحن نلاحظ أحيانا الطفل الصغير لما أحد من الكبار يضربه ماذا يقول له؟ بعلم أبوي، ما يقول بعلم أمي. يشعر أن الأب هو السد المنيع، هو الحامي، هو الذي يلجأ إليه حينما تحصل عنده أي مشكلة. ولذلك اليتيم كان من فقد والده قبل بلوغه. إذن المفهوم الرعاية الشاملة التي يقوم بها الأب، يعني قد تكون الأم يعني رعايتها في جانب معين، جانب والله مثلاً
الاهتمام العاطفي، الجانب العاطفي، نعم أكثر. لكن أيضا في شمولية في رعاية الأب بما أنه هو القيم على هذه الأسرة بما فيها الأم أيضا في جميع شؤونهم، فاختص بهذا، اختص بهذا، نعم جميل. هذا يعني أن 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 اليتم حالة خاصة، وهذا اليتيم هو إنسان يعيش ظروفا خاصة تحتاج إلى رعاية خاصة. هذا الذي يقوم بهذه الرعاية، ما هي الأجور المترتبة على عمله؟ اي نعم، طبعا جاءت أحاديث كثيرة جدا في الأجر المترتب على كفاة اليتيم، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كمن؟ كالمجاهد في سبيل الله. يا سلام. وكالقائم الليل. يا سلام. والصائم النهار. وفي الغالب أن اليتيم يكون مسكينا، ولذلك انظر من كفل هذا المسكين مسكين، مسكين باعتبار هذا الانكسار، باعتبار هذا الانكسار. ولذلك انظر من كفل هذا اليتيم ماذا سيناله من الأجور، مجاهد في سبيل الله، وأن تعلم أجر المجاهد في سبيل الله، بل كالقائم الليل كالصائم النهار، وهذا لا شك أنها أعمال جليلة كانت لمن سعى على الأرملة وعلى المسكين. طيب. بل هناك نص في فضل من كفل يتيما. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. جميل. وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. قريب. انظر الشيخ مالك التقارب بين هذين الأصبعين، تريد أن تكون في الجنة وقريب من الحبيب وقريب من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعليك بكفالة اليتيم. ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معه في الجنة حينما تكفل يتيما. جميل. طيب هذه الكفالة هل هي مرتبطة مثلا بالصورة المعتادة عند كثير من الناس، يعني مثلا توفير المأكل، الملبس، المشرب إلى آخره؟ قبل هذا هناك صور أخرى. قبل هذا شيخ ماجد أنا ودي حقيقة إذا سمحت لي أن أبين لك موقفا من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه اليتيم، موقفا عمليا باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، أمهل أهله ثلاثا، ثم جاء إلى أهله وقال لا أحد يبكي على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي. فجاء الصبية أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن جعفر يقول جئنا كأن أفرخ. الله، من الضعف وبل يقول العلماء شبه الشعر بكأنه زغب الطير. فدعا بالحلاق فأمره بأن يحلق رؤوسهم، لأن المرأة في مصاب جلل، فبالتالي انشغلت عن ترجيل شعورهم وعن تدهين شعورهم وعن تسريح شعورهم فأصبحوا بهذا الشكل. فانظر إلى عطف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الحلاق بأن يحلق رؤوس هؤلاء، ولا شك أن هذا من العطف على اليتيم. جميل. من خلال الحديث نريد أن نتعرف على صور كفالة اليتيم، يعني مثل ما ذكرت ليست القضية قضية أكل وشرب فقط، إنما ربما يعني في دقيقة ونصف. كفالة اليتيم لها أكثر من صورة، وسأذكرها من الأعلى إلى الأدنى. الصورة الأولى هي كفالة اليتيم بأن يكون هذا اليتيم في بيت هذا الكفيل، في بيت من يكفله، مثله مثل أبنائه، مثله مثل أبنائه، فهو بالتالي يربيه ويؤدبه ويطعمه ويشربه وكأنه أحد أبنائه. وإن كان قد تكون إشكالية حينما يبلغ هذا اليتيم فإنه يصعب عليه البقاء في هذا البيت، لأن الزوجة ليست محرما لهذا اليتيم. صحيح. وكذلك البنات. ولذلك بعض الناس في الوقت المعاصر فعل فعلا جميلا حقيقة، ولا يعني لابد حقيقة أن يذكر حتى يتنبه له الناس ويقتدي بهذه الصورة، وهو أنه حينما تلد زوجة هذا الرجل يقوم بالذهاب إلى دار الرعاية ويأخذ يتيما في المهد. فترضعه الزوجة فيكون محرماً. أبا من رضاعة لهذا الطفل، تكون الأم أما من رضاعة، ويكون هذا الطفل يعني يعتبر، ليس يعتبر وإنما هو أخ من الرضاعة لبقية الأبناء. جميل. فبالتالي يؤدبه ويعلمه ويطعمه ويشربه وكأنه أحد أبنائه. فلا شك أن هذه الصورة جليلة من كفالة اليتيم. هذه الصورة الأولى. نريد صورة أخرى قبل أن نخرج إلى الفاصل. الصورة الثانية وهو أن تكون كفالة اليتيم بالمال فقط.
أن يكون هناك مثلا مرأة وعندها أيتام، فيقوم هذا الرجل بالنفقة على هذه المرأة وعلى أيتامها ويراعي أحوالهم بالمال، فيدفع لهم المال بين حين وآخر. وهذا أيضا كما يحصل من خلال الجمعيات الخيرية، يذهب الشخص إلى جمعية خيرية ويقول لهم نريد أن نكفل يتيما، فيقول له كفالة اليتيم كالتالي، ويبدأ بدفع الأموال لهذه الجمعية ويتولى إيصال هذه الأموال إلى هؤلاء اليتامى. رائع جدا، رائع جدا. هاتان صورتان حقيقة من الصور الرائعة. سنواصل إن شاء الله تعالى الحديث، نواصل الحديث أيها الإخوة المشاهدون، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. به أقتدي، به وبأخلاقي أقتدي. هذا البرنامج برعاية حمد الحصيني الخيرية. اهتم المجتمع المسلم بقضية الأيتام وأولى لها اهتماماً كبيراً لأسباب قيمية ومجتمعية وشرعية، حيث تم تأسيس المؤسسات والهيئات والجمعيات الاجتماعية التي تشرف على دور الأيتام للجنسين، لتكون صروحاً قائمة على أسس تربوية وأخلاقية متينة. ونحن يعني في جمعية بناء إلى حد الآن يعني في المنطقة الشرقية، طبعا نريد الحقيقة خدمة المنطقة الشرقية كاملة، لكن نهتم الآن اهتمام كبير جدا في أن نؤسس المقر الأساسي للجمعية في مدينة الخبر، لكي ننطلق بعد هذا التأسيس الجيد الممنهج للعمل الإداري بفتح الفروع في جميع أنحاء المنطقة الشرقية بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا دوافع الجمعية يعني دوافع كبيرة جدا، وهي تحقيق الكرامة للأيتام وإشباع الحاجات والرغبات لديهم، وتمكين هؤلاء الأيتام من الاعتماد على أنفسهم لضمان مستقبل آمن بإذن الله سبحانه وتعالى لهم. حقيقة أنا ما زرت قبل كذا دور أيتام، ومعلوماتنا عن دور الأيتام حقيقة قليلة جدا، والسبب انه يعني ما في صراحة ابراز لدور الاماكن او الجهات اللي تقف حول الايتام. يعني انا اعرف فقط الندوة العالمية للشباب الاسلامي انها تكفل الايتام، ولكن ما في اي صراحة ابراز لدور دور رعاية الايتام، ما في. مقصرين الصراحة في زيارة الايتام، وان شاء الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله نزور الايتام في الشهر الكريم ان شاء الله. والله ما زرته انا، بس سمعت عنه وقريت عنه في الانترنت، بس يعني ان شاء الله اني راح ازوره. والله دور الايتام ما زرتها، بس في النيه يعني ان شاء الله اني ناوي ازوره. انا اعرف واحد من الشباب هناك فيقول الوضع مأساوي هناك يعني. انها البيت والمدرسه والجد والترفيه والاب والام والقريب والصديق، تضم اليتيم طفلا ويتخرج منها شابا يافعا. وتهدف دور الايتام الى احتضان من لا يعرف له اب او ام، او من مات والداه احدهما او كلاهما. وتحتوي هذه المنشآت على خدمات متكاملة من غرف نوم وفصول دراسية وملاعب رياضية وصالات وقاعات ترفيهية وغير ذلك من الأمور التي تغني يوم اليتيم وتعوضه نسبياً عما فقده من حنان الأهل والأبوين. الحمد لله أكفل اليتيم لله الحمد، أنا كافل الأيتام الحمد لله، وزوجتي تكفل الأيتام لله الحمد، مهمين والناس راح تحب أنها يعني تشارك في الخير. تبرعت بالذهاب لمركز الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهناك عرفنا وطلعنا على أوجه كثيرة لدعم المجتمع ويسموها الرعاية الاجتماعية أو الرعاية المسؤولة للمجتمع، وكان من ضمنها رعاية الأيتام وكفالة أيتام من داخل وخارج المملكة. فالحمد لله رب العالمين هناك يعني قمنا بكفالة الأيتام، نسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون مقبولة إن شاء الله. هذه الفكرة على الباء، وإن شاء الله أنها بنطبقها إن شاء الله، وهذا واجب علينا قبل كل شيء. الأيتام خدمتهم شرف لنا والله. حاولت أن يكفل اليتيم، بس المشكلة أن الدار اللي مسؤول عن اليتامى وكذا يعني أعطوني شروط صعبة، قال لي أما تسوي استقطاع من الراتب ولا تدفع لنا حق سنة كاملة. أنا عندي أيتام كفلته يعني تمام الحمد لله رب العالمين تمام. طبعا كفالة اليتيم مو بس عبارة عن واجب إنساني، هو واجب إنساني وواجب ديني، إنه هذول اليتامى هي عبارة عن يعني الحالة الاجتماعية اليتيم هي عبارة عن مسؤولية، مو مسؤولية الدولة بس، مسؤولية كمان المجتمع اللي بيحيط باليتيم هذا. إنه عالم آخر غير الذي نعيش، عالم ملؤه الحنان والمودة والعطف، حيث يلعب فيه المربي دور كل من فقد هذا اليتيم، فهو يعطف ويرحم
ويقسو ويعفو ويمنح ويمنع، وهو كل شيء في حياة اليتيم. كانت زيارة قصيرة لهذه الدار ولكنها مؤثرة وقيمة، فهنا يتعلم المرء معنى العطاء ومعنى التفاني، وهنا ندرك قيمة الأسرة والوالدين، قيمة يعرفها هؤلاء الأيتام ويعرفون معنى الأقارب ومعنى البيت وأثره في النفوس والأرواح. هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية. به وبأخلاقه يمتدي. به أقتدي. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. بعد هذا التقرير نستكمل محاور حديثنا حول اليتيم وما يتعلق به من توجيهات نبوية كريمة. حياك الله شيخ أسامة. الله يحييك، أهلا وسهلا. كنا قد تحدثنا قبل التقرير شيخ أسامة عن صور من كفالة اليتيم. نعم. لو نستكمل الحديث في هذا الجانب. نعم. طبعا احنا ذكرنا الصورة الأولى وهي كفالة اليتيم بشكل كامل، والصورة الثانية كفالة اليتيم بالمال، الصورة الثالثة كفالة اليتيم من ماله. من ماله بمعنى أن يكون هذا الرجل ولي على مال هذا اليتيم فيوفق الكافل له. الكافل يكون وليا، الكافل يكون وليا على هذا اليتيم فينفق عليه من ماله، فيكون الكافل أمينا على هذا المال باعتبار ما استؤمن عليه كفالة، باعتبار ما استؤمن عليه، فهو ينفق عليه بالمعروف. وأحيانا بعض الطيبين وبعض الصالحين يتزوج من أرملة عندها أيتام حتى ينفق على هؤلاء الأيتام أيضا من مالهم. ولا شك أن هذه من صور كفالة اليتيم، أنه ينفق على اليتيم وإن كان من ماله، لكن فيها صورة من صور الكفالة. وقد ذكر العلماء هذه الصورة بأنها تدخل في كفالة اليتيم. إذن المهمة جسيمة حقيقة. هناك يعني لما نسمع عن بعض من يكون مستأمنا على مال يتيم ويكفله من هذا الجانب مما استؤمن به عليه، ثم يضيع هذا المال أو يأكل. والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك كما أنه في كفالة اليتيم فيها أجر، وكذلك تضيع أموال اليتيم لا شك أن فيها إثم وزر، إثم عظيم. إذن المسؤولية حقيقة كبيرة في هذا الجانب. وما نسمع أحيانا من شكايات أو مشاكل في المحاكم حينما يبلغ اليتيم ويبحث عن حقه وماله، يعني تجعل الإنسان يعني خصوصا المستأمن على هذا المال يراجع في القضية. خطيرة جدا. بل شيخ ماجد، أحيانا بعض مشاكل اليتامى، بعض المشاكل في المجتمع بسبب عدم رعاية اليتامى، فلذلك يكونون فيهم نقمة على المجتمع، لم يتعرضوا لرعاية لا مادية ولا معنوية، فلذلك توقع من شخص لم يأتي له من يحافظ عليه، من يؤدبه، من يعلمه، من ينفق عليه، ماذا سيكون نظرته في المجتمع؟ صحيح. ولذلك لو تتأمل في بعض مشاكل أليت المجتمع لوجدت أنهم لم يلقون أي عناية في صغرهم من أي شخص من الأشخاص. طيب من خلال هالصور، هذه الصور اللي ذكرتها في كفالة اليتيم، الصورة اللي ترى أنها يعني أسلم في النشأة السليمة لهذا اليتيم، وأيضا النشأة التي تجعله فردا صالحا ونافعا. نعم. في مجتمعه، وأيضا يعني أكثر مجالا للأجر لهذا الكافل. لا شك الصورة الأولى كما ذكرت لك، وهو يكون هذا اليتيم في بيت هذا الكافل فيرعاه ويؤدبه ويعلمه ويعنفه أحيانا إذا أخطأ خطأ يحتاج إلى التعنيف، ويطعمه ويشربه إلى غير ذلك، لأنه يتلقى منه التعليم والتأديب، ليس الأكل والشرب فقط، وإنما هنا حقيقة قمة في كفالة اليتيم لما يؤدبه ويعلمه ويربيه على الأخلاق الحسنة. طيب القصص لها دور حقيقة في التحفيز والتشجيع. لا شك. يعني سمعنا حنا من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسمعنا هذه القصص التي ذكرتها لنا، لا شك أن اليتم حالة مستمرة. هل من نماذج إن شئت سواء في عصر السلف أو. نعم. عصرنا الحديث، يعني ممكن أن نضرب فيها مثل للسادة المشاهدين؟ فيه لا شك بفضل الله عز وجل، سواء كان في عصر السلف أو حتى في عصرنا. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه
اليتامى. ولذلك سأل عن يتيم فلم يجد فتغدى، فجاء اليتيم فيما بعد، وابن عمر انتهى من غدائه، لكنه كان عنده مشروبا يشربه بعد الغداء. فإذا هذا اليتيم أتى ففضل ابن عمر هذا اليتيم على نفسه وأعطاه هذا المشروب الحلو الذي كان يشربه بعد الغداء لهذا اليتيم، حتى لا يشعر أن هذا اليتيم بالغبن أو بالظلم لأنه ما أتى في المقدمة، وأعطاه هذا المشروب. ولا شك أن في هذا الفعل من ابن عمر هو رأفة بهذا اليتيم وشفقة على هذا اليتيم وعطفا على هذا اليتيم، ولا شك أن ابن عمر يريد الأجر من الله عز وجل، فيه معنى الإيثار لا شك. ومن قصص أيضا كذلك أحد السلف الصالح وهو عمير بن أبي ناجية. هذا الرجل عجيب حقيقة، يعني سيرته عجيبة. يقولون عنه أنه كان إذا سجد بكى، إذا صلى بكى، إذا قرأ القرآن بكى. في أحد الأيام أتى إلى يتيم فأطعمه وسقاه ومسح على رأسه وقال هذه لي ولوالدي، يعني يا الله أشرك والدي في هذا العمل، وهو العمل العطف على اليتيم، الإحسان إلى اليتيم، الشفقة على اليتيم. يقول عمير فنمت فرأيت في المنام أبوي وهذا اليتيم يقولان له ماذا عملت لنا ببركة هذا اليتيم. لاحظ مع أنه إيش الشيء اللي فعله؟ إطعام وسقى ومسى على رأسه، لكن كان له إيش أثر عجيب جدا في كيف أنه بهذا العمل اليسير كيف وصل هذا الأجر مباشرة إلى والديه. وإن كنا لا نعول على المنامات لكن يستأنس بها. لكن نفس الحادثة حقيقة جمعت أبوابا متعددة من العمل الصالح، بر بوالديه، نعم حسنت، وأيضا عطف على يتيم وعلى مسكين، وأيضا إظهار جانب الرحمة، نعم، لمثل هؤلاء. لا شك أنها أعمال جليلة. لا شك صحيح. وأيضا شيخ ماجد ودي أذكر قصة في العصر الحاضر، والعصر الحاضر كان مليء بالقصص بفضل الله عز وجل. الحمد لله شيخ، الحمد لله. وأنا حقيقة يعني أحيل المشاهدين إلى كتاب جمع فيه بعض القصص في كفاءة الأيتام، الكتاب من جمع عادل السلطان. جميل. اسمه تبدلت حياتي بعد كفاءة الأيتام. تبدلت حياتي بعد كفاءة الأيتام. وسأذكر لك قصة من هذه القصص لأنه حقيقة فيه قصص يعني جيدة وجميلة حقيقة. يقول أحد المسؤولين في كفاءة الأيتام في الخرج، يقول جاءنا رجل في الثلاثينات من عمره، يقول فسألنا عن كيفية كفاءة اليتيم، يقول فأجبنا بأنه طريق كيت وكيت وكيت وكيت. يقول فأنا لا أتي إلى هذه المنطقة إلا بين فترة وأخرى، جميل، يعني أتي بشكل متقطع لأنه عندي معاملة من 5 سنوات ولم تنتهي وقد تطول هذه المعاملة. فكل ما كل ما آتي إلى الخرج حتى أتم معاملتي سأتيكم وأعطيكم مبلغ من المال تضعونه في حساب كفالة اليتيم. يا سلام. يقول فرحبنا بهذا. يقول بعد ساعتين إذا باتصال من هذا الرجل، يقول لم أصل إلى الآن إلى منطقة التفتيش ونقطة التفتيش التي بين الخرج والرياض، ويقول فإذا باتصال يأتي من هذه الدائرة الحكومية أن معاملتك انتهت. يا سلام. يقول والله أعلم أنه هذا فضل الله عز وجل وبسبب بركة كفالة بركة العمل الصالح. جميل جدا. حقيقة سعدنا بهذه الدقائق معك شيخ أسامة، واستفدنا كثيرا مما طرحت. أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء، وأنت كذلك، ونلتقي إن شاء الله في حلقات ومناسبات أخرى على خير إن شاء الله. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم به أقتدي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به وبأخلاقي يمتدي نبي الهدى أسوة المهتدي، وخير المعلم و
والمرشد به وبأخلاقه أقتدي به وبأخلاقه أقتدي لمرضاة ربي وغرس يدي لكي يصل الناس قلبي الندي ليومي ومستقبلي وغدي يومي ومستقبلي وغدي